صباح الخير الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيح؟ لاباس نتوما وحبابكم معز عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير، هما هادوك 5 ان شاء الله. كي دايرين مع هاد التقلبات ديال الجو وهاد البرد اللي رجع فجاه؟ سبحان الله العظيم، شهر 5 وجاي شهر 6 وحنا كنعيشوا في البرد والشتيوة، وشي مناطق في الجبل اللي طاح فيهم الثلج كاع، سبحان الله. وي وقت ما جا الخير ينفع عاد الشتي، وان شاء الله غادي تنتفع الشجيرات، واخا ما بقاش الوقت ديال القمح والزرع وداك الشيء، يعني الا طاحت على الشتي وغادي يكون ما غاديش يكون المحصول زوين. اما الشجيرات راه تبارك الله، نتمنى ان شاء الله يكون الخير، ان شاء الله تكون كلها خير على الامه الاسلاميه اجمعين. المهم كما كتشوفوا هنايا راني كنت خرجت الوليدات المدرسه، بقات معايا الصغيوره عاد فقط صبحت مكمله مع صباح، سبحان الله العظيم واحد الكز، انا لدرجه لبست قاشر، صبحت مكمله ما فقتش بكري. يلا نصاوب ليها الفطور، يلا فقط دابا شويه نصاوب ليها الفطور. درت ليها شويه البيض وغندير ليها الحليب بالشكلاط، ما كتبغيش الحليب سخون، فغنصاوبو ليها ب الماء بارد، الماء معدني ديال القرعه ديال الحانوت. انا خديت قرعه شويه ديال الشكلاط، يلا اكتشفت الساعة النص ديال كبيتو في البوطاجي. صافي غندير ليها النيدو، صافي غادي نخلط بالماء، صافي وندي ليها تفطر عادي كيما كيفطروا الوليدات كاملين، كويس ديال الحليب وصافي والبيض ولا اللي كان خبيز والزيت، داكشي المتوفر في الدار، من الواحد يعدي بداكشي اللي عنده. انا كي النيدو درتو ليها، ملي كيكون الحليب طري كنفيضو، ضروري طيب. اما اللي كان لو اس تي راه راكم عارفين لو اس تي هو راه معقم. صافي غنحط ليها الفطور ونمشي نفطرها، راه هاد المرحله ديال تفطر دري صغير صراحه مهمه صعبه. ماما انا كيكملوا لك داك الفطور غير بالزز. المهم انايا درت ليها شويه زيت العود وفرينيجا، صافي غندير ليها تفطر بزز بزز باش كيفطروا الوليدات الصغار بالخاطر. من هنا ومن هنا يقولها فطرات لك. هنا غير تقريبا داك البيض كلات منه غير النص، اما الحليب شربته كامل، راكم عارفين الاولاد مع الحليب خصوصا اللي كان فيه الشكلاط فكيشربوه. المهم صافي هنايا غنفطرها وغادي نوض نجمع الدار ونطيب الغدا ان شاء الله. نتمنى تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، ويعجبكم هاد الروتين ديروا واحد لايك، ديروا ابوني الا كنتو اول مره كتصادفوا مع القناه ان شاء الله. خليوا لي واحد التعليق، ممكن تدوبلوا التعليق باش تعاونوا القناه ان شاء الله. المهم هنايا راني مدابزه معها بزز، باغا تشرب ليا الحليب، ماشي كل البيض. صافي كتقولي هنايا راه كتقولي راه فيه النعاس، صافي هنايا فطرتها كلات داكشي اللي قدات عليه صافي، وجمعت ونط الصالون كيرد ليه هي الدراري تيران، ما كيبقاش الصالون. البارح فلي كانوا كيلعبوا طيبوا القليه، طيحوا القليه في الارض. ها هو ما نقولش لكم ديك الزربيه كيصفحات مع فليل، ما نقدرش نخدم لاسبيراتور كدير الصوت. فصافي جمعت داكشي اللي قديت عليه وقلت الصباح ونشطب، فتبارك الله كيصفحات الزربيه ما نقولش لكم. خصوصا حنايا ما هنايا فين كنجلسوا، يعني هنايا عندنا سيجور كنجلسوا في الصالون، يعني ما كاينش، ما عندناش بيت ديال الكلاس كتجمع فيه الروينه. ملي كيكون عندك صراحه بيت ديال الكلاس كتكون كتهناي، كيبقى لك الصالون مطرف نقي. ولكن معليش الصالون ديالهم حتى هما حنا دايرينو على قبلهم يتمتعوا فيه. المهم صافي هنايا راه تعنكيش مع الوليدات الصغار، كتبغي تخدمي كتعطلي. صافي شويه اجي يا ماما، ما عرفتش شنو بغات، شطب من هنا شويه نشطب شويه نمشي معاها، او بعض المرات يطلع لي الدم كاع كنغوت عليها. صافي هنايا جبت هذوك لاسبيراتور غندوز على الجوانب، مشات ليهم الكليه، صافي مشات ليا لتحت الداري. صافي جريت هذوك اللي مشاو، صافي غادي ندوز الشطيبه ماما بلاسبيراتور. ها هي جات عاوتاني الازعاج، حتى المونتاج ما كتخلينيش نديرو. الله يصلح ليكم وليداتكم.
وي صافي غادي نكمل التشطيبه ديالي بهذا الشكل. لا صافي صافي اخيرا كملت. خلاتني بعدا نكمل التشطيبه ديال الصالون والسيجور. المهم كملتهم نقاو سستهم كاملين. المهم نتمنى تخليهم هكا نتمنى تخليهم هكا. صافي دابا غادي ندوز باش نوجد الغداء. هنا غسلت واحد الدجاجه ما صورتش معكم لونتيل وداكشي. غسلتها بالملح والحامض وعاود زدتها الحامض خليتها تنشف شويه. صافي درت هنايا بصله كبيره اولا نتوما ديروا جوج بصلات متوسطين. غادي نصب الدجاج بالبطاطا والزيتون. كنت غادي ندير الفريت ساهل تنديرها في المرقه ندير البطاطا العاديه. صراحه فكرت في الوليدات ملي كندير الفريت كتنوض ليا الحرب على الفريت واخا ما عرفتش شحال ندير. شكون اللي عنده نفس المشكل ديالي؟ ملي كدير الفريت كتنوض عليها الندابزه واخا ما عرفتش شحال دير. خاصه واحد ولدي صغير كيجيب الفريت كيقول لك ديالي كامله. المهم هذا ما كان. صافي غندير حتى هذه كتعجبهم كياكلوها الوليدات الصغار كتعجبهم بطاطا بالزيتون وكتجي بنينه. المهم انا بالطريقه اللي كنديرها كتجيني بنينه وكتجي لاصوص ديالها خاطره وزوينه كتجي بنينه. المهم هنا درت الدجاج البصله الدجاج على ما قديت انا يعني الدجاج سبحان الله العظيم الدجاج ولا صغير ولا حين تغلق الدجاج ما بقيتيش كتلقاي الدجاج غليظ. بالنسبه هنا عفوا بالنسبه هنا القزبر المعدنوس ممكن ديروه قبيطه الا يعني ما كتبغيوش يبان لكم القزبر المعدنوس في المرقه ممكن يتقبطوا. انا درتو قطع عندي عادي ما عنديش مشكل. المهم حكيت ثوما تقريبا 4 الفصوص كما كتعرفوا الدجاج كيبغي الثومة. صافي زدت عليه الربيع دوك جوج بصيلات. هنا غندير السمن. هاد المرقه ضروري فيها السمن والزعفران. كتبغي العطريه كما كنعرفوا الدجاج راه كيبغي العطريه. صافي درت ديك المعلقه ديال السمن. هنايا غندير تقريبا معلقه راس معلقه صغيره ديال البزار. المهم المعلقه ديال خرقوم سكينجبير كذلك. هنايا غناخذ هذا المكعب ديال الزعفران غناخذ منه غير النص ما ديروش كامل. غديرو كامل كتو طيبو شي جوج دجاجات ولا ثلاثه. المهم هنايا عندي وريتكم القرفه خديتها بالموس براس الموس باش يبان لكم راه قليل. وهنايا عندي سميتو بسيبيسه وقعقله طاحناهم وحاطاهم في الكونجيلاتور. راس الموس يعني شي حاجه غير بحال الرشيشه حتى القرفه هي بحال الرشيشه. هنايا درت المهم هنا اختياري بغيتي ديري زيت الزيتون ديريه بغيتيش ديري الزيت الروميه. هنايا خلط انا درت زيت الزيتون وزيت الزيت العادية أولا زيت المائدة. صافي غادي نخلط كما كتشوفوا.
ما درت لا حامض لا والو دابا، حيت انا اصلا الدجاج غاسلها بالحامض وباقي يلا غاسله، يعني بقى فيه النكهه ديال الحامض. هنايا راه كنت نسيت الملح، صافي غادي نحطها هنا، راه كنت نسيت الملح وغادي نرجع باش نديرها. المهم نتا سديت الجميله وتفكرت الملح وغادي نرجع باش نديرها. صافي وغادي نشحرها، نخليها تشحر مزيان. هذا هو السر ديال المرقه ديال الطاطا والزيتون باش تجيك بنينه، خلي داكشي يتشحر مزيان، ديك البصله تتعسل مزيان. والبصله من الاحسن تكون البصله البيضاء باش كطيح بالزربه وكتجي بنينه. كما كتشوفوا معايا راه تعسلات من داكشي الرفيع، راه حتى الدجاج تقريبا قرب يطيب، يعني ولا نقولوا طاب. بالنسبه للروا البنات ما نديروش الماء بزاف، تقريبا هنا درت كاس. صافي وغادي نخلط باش ديك ديك العطريه وديك البصله اللي لصقت لتحت بغيتها حتى هي تحيد وتدخل في لاصوص. صافي هنا غادي نرمي البطاطا، ممكن هنايا صافي اللي بغيتي تبغي ديروه فريت هنا تزيدوا واحد بصله تشلضوه وزيدوه وتخليوه طيب صافي ديروا فريت. انا ما غنديرش الفريت، غندير هذه يعني ما زدت لا بصله ولا والو، غنديرها بالطبيعه. صافي هنا زدت تقريبا نص كاس ديال الماء، انا غنوريكم الماء شحال، ما تكثروش الماء باش البطاطا ما تبقاوش تشربوا البطاطا تعصب وتحل. شفتوا راه ماشي بزاف، ما تغرقوش البطاطا في الماء. هنا درت واحد الطريف ديال الحامض والزيتون ما غنديروش دابا حتى الاخر، حتى طيب ليا البطاطا وداكشي. صافي هنا البطاطا طابت كما كتشوفوا الروا. دابا غنزيد عليها الزيتون، انا كان من الاحسن الزيتون الخضر كيجي معها زوين بزاف، انا لقيتو تقاده بصراحه، ما كاينش اللي غيتسخر الحانوت اللي فيه الزيتون بعيد عليا بزاف. نركز كنا في الخلا، الخلا وقيفار. المهم دابا عديت داكشي اللي عدي، عديت الزيتون الاحمر درتو، ولكن الخضر كيجي زوين. صافي وغادي نخليها غير الزيتون دابا يطيب. هنايا راني دايره واحد السلطه عاديه، السلطه ديال البصله مطيشه الخس خيار، وغنزيد معها شويه ديال الزيتون مقطع. صافي وطاح، غندير لهم العصير ديال الباربا والليمون، غادي نطحنهم الباربا والليمون، يعني الباربا خضراء ما كنسلقهاش، غنقطعها هنا عندي تقريبا درت لهم شي ثلاثه الباربات صغار، ودرت معاهم شي اربعه الليمونات كبار، حيدت لهم العظام نقيتهم مزيان هنايا، وغادي نطحنهم. كنطحنهم كنصفي، كنصفيه مزيان من ديك الالياف اللي كتبقى، صافي كيجي بحال شي مشروب زوين. صافي المريقه ديالي طابت، غادي نحط لهم دابا دخلوا الوليدات من المدرسه، غادي نحط لهم يتغداو. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. نتمنى نكون ان شاء الله خفيفه على قلبكم. صافي هنا كما كتشوفوا راه المريقه كتجي بنينه بزاف البنات، كما كتشوفوا ما كنديرش الروا بزاف، داك الدجاج كيتحمر في الطنجره. هذا هو السر ديال المرقه باش تجي بنينه، هي انك التشحيره الاولى الدجاج تشحر ديك البصله وديك، خاصها تشحر مزيان. المريقه ديالنا جات بنينه تبارك الله، عجبات الوليدات. المهم اي حاجه كتعجب الوليدات راه عارفيها راه بنينه. المهم هذا ما كان، هذا كان غدانا البسيط جدا اليوم، شي حاجه اللي كيديروها الناس كاملين. المهم انا درتها بطريقتي، كاينين بنات بزاف اللي ما كتصدقش معاهم المرقه صراحه. هنا صافي غادي نصوب لهم شلاضه، زيت العود، شويه الخل، هذا الخل ديال الليمون ديال الحامض كيعجبني، صافي مليحه وشويه البصل، وغادي نخلطها وغنحط لهم يتغداو، نكب لهم داك العصير ونعطيهم يتغداو. هنايا راني دايره غير البطبوط، واخا دايره البطبوط للغدا، ما عجنتش الخبز ديرين غير البطبوط، وراكم عارفين الوليدات كيعجبهم البطبوط. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وشكرا لكم بزاف على المشاهده.